السلام عليكم أيها الإخوة الأخوات، إحنا دابا في البادية وسبحان الله العظيم وقع حدث غريب جدا، هو أن الشتاء صبت بواحد الغزارة والرعد في وقت الصيف، يعني الدرجة 34 درجة وصبت الشتاء سبحان الله العظيم، وكانت هذه مفاجأة عظيمة، كنا غادي نموتوا في الصهد ويجي الشتاء تولوا بيرك ديال الماء كما تشوفوا سبحان الله العظيم. لهذا أيها الإخوة هذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه قادر على تقليب الأمور وقادر على أن يدمر هذه الأرض كلها في ثانية واحدة، لكن لرحمته سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم يعطينا الفرص ويمن علينا برحماته ويعطينا يعني يمهلنا كي نتوب إليه، لأن الله يمهل ولا يهمل. سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا الشتا مزيانة إلا كانت البكرة في الخص No problem.